النبي افتح لي السخمات دي وحياه والدك. لا ربنا يكرمك يا شيخ. ما تطلع الاجره. ان الله مع الصابرين اذا صبروا. هي الدنيا هتطير؟ مستعجل ليه؟ في العجله الندامه. انت هتفتح لي محضر؟ لا هفتح في المنديل. عايز كام؟ 130 قرش. 130 قرش تعريفي؟ لا 130 قرش زار. انت ما ركبتش عربيات قبل كده؟ ليه؟ شايفني يعني مش وش عربيات ولا مش وش عربيات؟ خد يا سيدي ادي جنيه اهو. وادي ثلاثة تعريف. لا ده قرش سام. لا والله ده بينه تعريف. لا ده قرش سام. لا تعريف. خد اهو. ادي تعريفي وادي تعريفي وادي ادي كمان تعريف اهو. حلو قوي كده. انت عاجنها؟ ده انت فلقتنا يا اخي. ده بس من اصلك. كان حش وسطك. طنطة واحد. يا اخي. طنطة واحد. طنطة واحد. طنطة واحد. طنطة واحد. منك لله يابا. طلعتني من الكتاب. ده الزماني بعرف افك الخط. طنطة واحد. قول لي والنبي يا حضرتك العلوان دي هوصل له ازاي؟ واحد طنطة. طنطة واحد. ايه واحد. في الناس رحت. قول لي يا حضرتك ممكن تستقرا لي العلوان دي؟ ايه البلد اللي محدش فيها بيرد على حد دي؟ المنصورة اتنين. صوفيا. صوفيا القشطة. طب عندي الشفة. صوفيا. صوفيا طب عندي الشفة اشرب. اديني واحد من ده وحياة ابوه. صوفيا. ايه؟ صوفيا. صوفيا مين؟ بقول لك تشرب صوفيا. اشرب من ده وخلاص. ما هو يطلع زي ما يطلع. عناية سونيا جميلة جميلة قوي. هات شوية بقى فوق البيع. فوق البيع ايه يا اخينا؟ واحنا فاتحين سبيل. طب يا اخويا ما تزقش. قول لي واحد والدك العلوان دي اروح له ازاي؟ امشي كده ولا امشي كده؟ تمشي له كده ولا كده يا اخينا؟ ده انت مشوارك بعيد قوي. ده في المعصرة. واروح ال ال المسعرة دي اروحها ازاي؟ يا اخي اطلع من نافوخ انا مش فاضيلك. اول مرة تنزل مصر. ايه؟ اول مرة تنزل مصر. ايوه انا اول مرة انزل مصر. لا انا ما قلتلكش. ما قلتليش ايه؟ مش انا امي ماتت؟ الباقية في حياتك. حياتك الباقية. صحيحكم مشكور. ما انجلكش بحاجة وحشة. وتعبت نفسك وجيت لهم مار. نعم. انقهرت عليه. هي اللي كانت فضلاني من الدنيا. لا ليا لا اخ ولا اخت ولا اب ولا كفة شيء. كانت حطاني في نن عينها من جوه. وانت اصلك من ايه؟ انا من خربتها. ايه؟ من خربتها. في بلد اسمها خربتها؟ ايوه في بلد اسمها خربتها. امال انا هضحك عليك؟ ما تاخذنيش اصلا انا معرفهاش. ولا الحكومه حتى تعرف ولا احنا عايزين نعرف حد ولا عايزين حد يعرف. خد استقرا لي بقى. قريبك اللي في الورقه دي؟ قريبي؟ قريبي ده ايه؟ ده خالي لزق. قلت بقى ده امي ماتت اجيله عشان يشغلني. هو بيشتغل ايه؟ ده بيطلع في العلالي قوي. مهم بقى. الا مهم. من غيره العماره ما تتبنيش. هو اللي بيطلع بيه. انما انت قاعد هنا ليه؟ مستني حاجه؟ مستني العربيه اللي هتاخدني. طب انا اوصل لخالي دي ازاي؟ شوف انت تركب الاول لحد باب اللوق. باب ايه؟ باب اللوق. باب ايه؟ حته اسمها باب اللوق. ايوه. الاتوبيسات اللي هناك دي. اللي هناك ده هي. اسال اي واحد فين الاتوبيس اللي بيروح باب اللوق. تنزل تركب قطر حلوان وتقول له نزلني المعصاره. نزلني فين؟ المسعره. تنزل المسعره. ايوه. المعصاره. ايوه. تسال اي واحد يقابلك وتديله الورقه دي هيدلك على طول على الشارع اللي ساكن فيه خالك. تشكر قوي يا حضرتك. العفو. تشكر قوي يا سي. حضرتك اسمك ايه؟ ما يهمش. تشكر قوي يا سي. ما يهمش. ما يهمش. ما يهمش ازاي؟ اسمك ما يهمش؟ لا محسوبك الدسوقي ابو عجله. ابو عجله؟ وانا اقول شفتك فين؟ شفتك فين؟ باين ان سيادتك ابو عجله. تشكر قوي يا اخي. مع السلامه يا بلديه. يا اخينا واخد في وشك يعني وماشي مش تدفع ثمن الصوبيا؟ لا مؤاخذه يا حضرت الكلام اصله خدنا مع الاستاذ. خد يا سيدي. خد. اهدى. قرش تعريف. قرش تعريفه؟
دي الكوبايه 8 10 ساغ 10 ساغ ليه شويه الماء البيضه دول ب 10 ساغ اه خد ايه ثلاثه تعريف اهم حلو قوي كده كويس ما تحش وسطك ما حدش يسمع اكتر من ثلاثه تعريف امر لله انهي قنبيل اللي بيروح باب ال باب ال باب باب ايه ده كان لسه على طرطوفة لسانة دلوقتي باب ايه يا برطوشي باب ايه باب الوزير اما الوزراء بقى لهم ابواب اما الباب ايه بس باب ايه يا هو باب حاجة ما تتاكلش تتشرب ولا بتشرب اما الباب ايه باب ما تقول لي انت اللي باب اللي عندكم وانا اقول لك باب زويلة باب البحر باب اللوق ايوه ايوه هي باب اللوق دي عليك نور طب يا اخو قول كده من الصبح وانا كنت عارف ولا قلتش اتفضل روح اركب الاتوبيس اللي هناك ده لا انا هستنى واحد فاضي بقى بالطريقه دي مش هتركب ولا هتوصل يلا يا اخينا الشعبك يلا يلا بينا امري لله يلا بينا ايه رايح فين رايح باب الله باب باب ايه يا برطوشي باب ايه حوش حوش هنداوي انت هنداوي ايه قوم افتح الباب يا راجل بيخبط ما يخبط واحنا مالنا احنا مالنا ازاي ده بابنا يا راجل يا ولي الام يا ولي مين حاجينا ساعة زي دي الام قوم يا راجل افتح دهدي طيب طيب انكتمي باي مين؟ خالي بالحضن يا خال مين؟ حسنين ايوه حسنين بشحمه ولحمه اتفضل يا حسنين اتفضل مساء الخير يا مرات خالي مساء الخير ازيك؟ اهلا يا حسنين بركه انك طيب اتفضل معايا يا حسنين انا هقعد هنا لا اتفضل معايا هناك انا مستريح كده يا خال تعال يا راجل هناك تعالي اهدي فر فر ايه؟ دول عيالي كل دول عيالك ايوه ربنا ياخدك يا خال عشان تستريح من مصاريفهم ده انت غلبان قوم يلا في الزقوق قوم من هنا انا هنام هنا اوعى تسيب البطانيه كده وانت غيتي خش جنب اخواتك جوه اهلا يا حسنين ازيك كده الحمد لله يا خال ده اتبهدلت بهدله لغايه ما وصلت لحد هنا ايه اي والله وازاي امك كده امي مش انا امي ماتت يا خال ايه ايوه بقيت يتيم الاب والام يا خال يا حول الله يا ربي تعيش تعيش يا مرات خالي ما قلتيش في حاجه وحشه بقيت يتيم الاب والام طب مش كنت بعتلي ما انا اتلهيت على عيني بس الحمد لله العمده قام بالواجب وزياده كتر خيره ما بقاش ليا حد ابدا في الدنيا ما بقاش ليا غيرك انت وخالي يا مرات خالي طب اقول لك ايه ايه تعالى اقعد هنا انا هنام هنا داني بنام هنا ما تنام انت على الكنبه وانا انام هنا يا خال يا جدع ما يصحش قوم تعالى معايا هناك قوم ده انت عليك تحكمات فاطمه ايه بقول لك ايه قومي حضري لي لقمه اتعشى بيها لا ودي وقعت اهدي احنا ناقصين ايه ما يصحش انا واقع من الجوع واقع من الجوع يا مرات خال من صباحيه ربنا لحد دلوقتي على كوبايه السونيه سونيه ايوه بتاعها بيضه كده هاتيلي جنب الاكل اللي هتجيبيه بحلي بصل بقيت يتيم يا خال معلش معلش استهدى بالله بكره تنسي انسى ازاي وانا جعان كده دلوقتي تاكل وتشبع اديني قاعد اما اشوف